يا هلا يا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. اليوم عندنا حلقه استثنائيه وعندنا مجموعه كبيره من الهدايا، عندنا 13 هديه اليوم لاول مره في تاريخ برنامجنا. عندنا عدد من الشركات الراعيه لهذه الحلقه، حلقه العيد، ومنهم شركه عسل 3 بيز، وايضا شركه بورتيوكيو، وعندنا ايضا شركه كراتشي، وكوبون مقدم من شركه مساج تيم 20 دينار، وعندنا ايضا رحله بحريه في على افخم اليخوت على شركه نيوم. عندنا ايضا شركه اوتات تقدم خصم على اي تذكره على مستوى دول العالم. عندنا ايضا تصميم خاص من مصمم عالمي نواف بدر بقيمه 150 دينار. ايضا عندنا تصميم خاص وخصم من صالون نواف بدر. عندنا ايضا اقدمتكم عياده ابتسام كلينك 25 دينار بالإضافة إلى خصم يصل إلى 50% على جميع العلاجات. وعندنا أيضا شركة شاي جبلة قدمتكم شاي من أفخر أنواع الشاي على مستوى العالم. وعندنا أيضا أعمال يدوية مقدمة من صالون نواف البدر، وأيضا عندنا شركة ميتانوفي كوفي قدمتكم قهوة باردة وقهوة حارة أيضا عندها. خلوكم معنا في قطاوي ترند وحلقة اليوم حلقة عيد مميزة، خلينا نشوف منو صاحب الحظ في امتلاك 13 هدية. كم عدد العيون لدى النحلة؟ العيون لدى النحلة؟ ما أعرفش. نهائيا؟ شكرا لك. العفو. شكرا. خليكم معنا مع المسابقة التالية. يعطيك العافية. الله يعافيك. كم عدد عيون النحلة؟ عدد عيون النحلة 2. السؤال سهل. أسهل من كذا؟ ما فيش. كل عام طيب. انت طيب وجابتك خطا. شكرا. سامحنا حبيبي. سلام. خليكم معنا مع المسابق التالي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كم عدد عيون النحله؟ 2. 2. متاكد؟ ان شاء الله. اجابتك هي خطا. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيك. سامحنا حبيبي. الله يخليك. خليكم معنا مع المسابق التالي. عافيه. كل عام بخير. وانت بخير يا رب. كم عدد عيون النحلة؟ 3. فكري عدل. كم؟ زيد شوية. 5. 4. كم؟ 4. 5. 6. ما يصير يلا. كم عدد عيون النحلة؟ كم قلت رقم انت؟ 4. زيد شوية. 5. تقول 5. عدد عيون النحلة تقول 5، وهي مو متأكدة من الإجابة. إذن عيون النحلة هي فعلا 5. مبروك عليك، فزت معانا. فزت معانا في مجموعة هدايا عسل سدر بالزعفران مقدم من شركة عسل 3 بيز، وعندنا عسل زهور برية مقدم من شركة 3 بيز، وعندنا عطر مقدم من شركة بوتوكيو، عندنا أيضا شركة كراتشي قدمت 30 دينار، وعندنا أيضا جلسة مساج تيم أفضل شركات مساج بالكويت قدمنا 20 دينار، عندنا شركة مشكور توصيل طلبات أفضل شركات توصيل بالكويت قدمنا كوبون توصيل أشخاص أو أغراض، عندنا أيضا شركة أوتاد للسياحة والسفر تعتبر من أكبر الشركات الرائدة بالكويت في مجال السياحة والسفر، قدمت خصم 20% على أي تذكرة. عندنا أيضا المصمم العالمي نواف بدر قدم لك 150 دينار. عندنا أيضا صالون بدر قدم لك أي عمل داخل هذا الصالون خصم 25%. عندنا أيضا عيادة ابتسام كلينك قدمت لك 25 دينار بالإضافة إلى خصم يصل 50% على أي علاجات داخل هذه العيادة. عندنا أيضا شاي جبلة أفضل أنواع الشاي بالعالم وأنقى وألذ أنواع الشاي، قدمنا الشاي من شكل شاي جبلة. وأيضا عندنا أعمال يدوية من صالون البدر بقيمة 10 دنانير. عندنا أيضا خصم من شركة ميتانويا للقهوة، قهوة باردة أو قهوة حارة. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا رب. تفضل يا أستاذة. الأيات هذه سامحينا على الإطالة، مشكورة، بتوفيق. ما قصرت. الله يوفقك. خليكم معنا مع المسابقة التالية. يعطيك العافية. الله يعافيك. كلام طيب.
حبيبي كنت طيب. ما هو اسم صوت الضفدع؟ صوت الضفدع جرس؟ لا جرس. نعم جرس باب ولا جرس تليفون؟ لا تليفون. تليفون حلو. اذا الاجابه هي صح. شكرا مشكور حبيبي. سامحنا خليكم معنا مع المتسابق. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما هو صوت الضفدع؟ ما بعرف. مشكوره. شكرا لك. خليكم معنا مع المتسابق التالي. يعطيك العافيه. الله يعافيك الله يحفظك. ما هو اسم صوت الضفدع؟ ما هو اسم صوت الضفدع؟ اسم ركز اسم نبي اسم ايه. اسم ايه. ما لا لا ما لي اسم ما لي اسم نهائيا ما اسم ما لي اسم ابدا ابدا ما لي اسم نهائيا اسم صوت الضفدع ايه. اسم صوت الضفدع لا مش عارف نهائيا. شكرا لك يعطيك العافيه. الله يعافيك. كلام طيب. خليكم معنا مع المتسابق التالي. يعطيك العافيه. الله يعافيك خليك. ما هو اسم صوت الضفدع؟ نقيق اعتقد. تأكد؟ ان شاء الله. اكيد قول ان شاء الله. ان شاء الله بس فكر قبل لا اعطيك الـ اوكي على السؤال. سامع من قبل نقيق اقول اكيد. ايه كيف كراحتك؟ اذا جوابك على هذا السؤال هو فعلا نقيق ومبروك عليك. كذي شديت اعصابنا خايفين. ربحت معانا عسل سدر بالزعفران مقدم من شركة عسل 3 بيز، وعسل الزهور برية مقدم من شركة عسل 3 بيز، وعطر مقدم من شركة بوتوكيو، وعندنا ايضا شركة كراتشي قدمت لك كوبون بقيمة 30 دينار، وعندنا ايضا شركة مساج تيم قدمت لك 20 دينار، وعندنا ايضا شركة مشكور توصيل طلبات قدمت لك كوبون لامكان بالكويت سواء توصيل طلبات او توصيل اشخاص، وعندنا ايضا شركة اوتاد للسياحة والسفر افضل شركة من الكويت للسياحة والسفر قدمت لك اي تذكرة بالعالم خصم 20%. خلصنا خاصين؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله. اذا عندك المصمم العالمي نواف بدر قدم لك 150 دينار، وعندك ايضا خصم على اي فستان وصالون نواف البدر خصم عليه 25%، وعندك ايضا عياده ابتسام كلينك قدمت لك 25 دينار زائد خصم يصل الى 50% على جميع العلاجات، وعندك ايضا شركه شاي جبله قدمت لك افضل انواع الشاي بالعالم وافخمها والذها طبعا، عندك ايضا صالون البدر قدم لك اعمال يدويه بقيمه 10 دنانير، وعندك ايضا شركه ميتا نويا قدم لك قهوه بارده او قهوه حاره حسب ما تطلب منهم وبتوفيق. الله يسلمك خليك. بسم الله. بسم الله خطوه ميخا. ايه تفضل. مبروك مبروك. شوفك على خير. شوفك شوفك. سلام عليكم. عافيه. خليكم معنا مع المتسابق التالي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل سنه طيب. طيب حبيبي. ما هو اقرب الكواكب الى الشمس؟ أقرب الكواكب إلى الشمس مش عارف بلوتو. جاوب ثانية أعطيك فرصة يلا مدام عيد أعطيك فرصة ثانية يلا. زحل. لا شكرا لك مشكور. شكرا شكرا. يعطيك العافية. الله يعافيك شكرا. يعطيك العافية. يعافيك أخوي يا مرحبا. ما هو أقرب الكواكب إلى الشمس؟ عطارد. عطارد متأكد؟ والله بإذن الله. أكيد ولا ها؟ أكيد اكيد. اذا فعلا هو كوكب عطارد هو اقرب الكواكب الى الشمس. تستاهل معانا احلى هدايا مقدمه من برنامج قطاوي ترند. عطارد قدموا لك عسل بالزعفران مقدم من شركه عسل 3 بيز، وعسل الزهور بريه مقدم من شركه عسل 3 بيز، وعطر مقدم من شركه بوتوكيو، وايضا عندنا هديه قيمه 30 دينار مقدم من شركه كراتشي. الله يحفظك يا رب. وعندنا ايضا سلم عندنا ايضا من شركه مساج تيم قدموا لك هديه ب 20 دينار تستاهل. ولازم تاخذ العائله كريمه على رحله بحريه على افخم اليخوت بالكويت من شركه نيوم تستاهل. خلصنا خاصين. طيب اللي بعمرك بس عندي تعقيب. لا الحين لا تعقب عندي بعد هدايا. ايش فيك؟ هدي 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 عينه هدي عينه. طيب اللي بعمرك. عندنا ايضا تسافر مسافر حلو يسافر يحب السفر تذاكر
على خصم 20% على اي مكان في العالم. حلو جزاك الله خير. حلو يطول لي بعمرك. عندنا ايضا نواف بدر مصمم العلبي قدم لك 150 دينار من عند نواف بدر ايضا. الله يحفظك. وعندنا ايضا اي فستان من عند المصمم العلمي نواف بدر عليه خصم 25% حق مدام هذه. تحب تنظف اسنانك ولا لا؟ خوش اكيد. او حلو ممتاز. نحب الشخص اللي يحترم اسنانه. الله يسعدك. عندك عياده ابتسام كلينيك قدمت لك كوبون بقيمه 25 دينار بالاضافه الى خصم 50% على جميع العلاجات. حلو ممتاز. نمشي بك شاي. شايك تحب الشاي؟ والله ابي الشاي. الشاي الله يحفظك يا رب. شركة شاي جبلة قدمت لك شاي من أفخم الشاي على مستوى العالم. خاصين الله يجزاك الخير. بعت هدايا. تستاهل عيادي. تستاهل. الله يكرمتون. الله. عندنا أيضا حق الأهل والمدام. كوبون أعمال يدوية بقيمة 10 دنانير مقدم صمام بدر. أيضا عندنا شركة ميتانوفيا كوفي قدمت لك قهوة باردة أو قهوة حارة. وعندهم أنواع القهوة وأنواع المشروبات الساخنة. عليك العافية وألف مبروك. طول لي بعمرك وخلي لي إياك بس. عندي تعليق بسيط. يظل يقول ما تربحون يا رجال، هاي أنت تربح. تفضل. شو تعليقك؟ تعليقي قاعد أشوف بالسوشيال ميديا بالفترة الأخيرة مقاطع لك. يا أخي هذا أنت إيش حالاتك؟ والله بتربح ما فيها شيء. خلي لي إياك. بالعكس وجهك صبيح. يطول لي بعمرك وعساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير. خليك. هذا رسالة حق كل الناس يشكون فينا. والله يطول لي بعمرك. يسعد الله. لا مجاملة ولا بوجهك، لكن اللي شفت أنا غير. عسى الله يطول بعماركم ويدب الأمن والأمان بهالبلاد يا رب وبلاد المسلمين. آمين. آمين. ويخلي لنا هالبلد ويديم عزها وكل عام وأنتم بخير. بخير. وأحلى عيادي من قطاوي. تفضل. الله يسعدك. يجزاك الخير. الله يطول بعمرك. شكرا جزيلا وعساكم من عواده. مع السلامة. شكرا شكرا. كل شكر لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا في قطاوي ترند طوال شهر رمضان مبارك وأيام عيد فطر سعيد. نشوفكم إن شاء الله في موسم القادم من قطاوي ترند. نقول لكم مع السلامة. في حفظ الله.